وللمزيد من التفاصيل حول أداء الأسواق العالمية معي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي. أهلا بك رائد. كما تابعنا في التقرير، الكونغرس الأمريكي يمرر مشروع قانون الإغاثة الخاص بكوفيد 19، ولكن على الرغم من ذلك ما زالت الأسواق في حالة توتر، ما هو السبب؟ بالعودة إلى هذا هذه الحزمة، نرجع شوي للتفاصيل الخاصة بهذه الحزمة. عندنا $300 يتم توزيعها بشكل مباشر للبطالة، $600 مدفوعات مباشرة للأسر، وفي عندنا $284 مليار يتم يعني لدعم برامج الرواتب والأجور، و8 مليارات مخصصة يعني دعم عمليات توزيع لقاح كورونا. إذا 892 مليار دولار ما غاب عن هذه الحزمة هو الدعم المباشر للحكومات الفيدرالية وأيضا البلديات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أعتقد قلل من شأن هذه الحزمة في الوقت الراهن. لذلك رأينا الدولار الأمريكي لا يتفاعل كثيرا بالاتجاه الهابط بالانخفاض بنتيجة وجود هذه الحزمة، وبالتالي ذلك يعطي إشارات مسبقة أنه مع ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا أن هذه الحزمة التي تقل عن حتى 900 مليار يعني هي أقل بكثير مما يسبو إليه. كان الديمقراطيين على وجه التحديد خطتهم السابقة كانت حوالي 2.3 تريليون. إذن الأنظار تتجه إلى مزيد من الحديث ممكن أن يكون عن حزمة جديدة قد يتطلبها الاقتصاد الأمريكي في منتصف العام القادم، وحتى ذلك الوقت أعتقد سوف يكون هناك تصرف بالسلب نوعا ما على أسواق الأسهم وليس بالإيجاب، ولذلك رأينا بعض الانخفاضات الحادة في أسواق الأسهم. ما ننتظره حاليا هو مزيد من الوعود بتحفيز الاقتصاد الأمريكي على وجه التحديد في الفترة القادمة، لأنه الأنظار كلها تتجه نحو السياسات المالية وحزم التحفيز المالية مثل هذه الحزمة. هذه الحزمة أقل من المتوقع بشكل كثير، لذلك رأينا ارتفاعات في الدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه وانخفاضات حتى في بعض الأصول المقيمة بالدولار. طيب بالنسبة للذهب، كان من المتوقع أن يظل هو الملاذ الآمن ويشهد المزيد من الارتفاعات، نراها اليوم على تراجع على الرغم من كل هذه الظروف و يعني مخاوف فيروس كورونا، كان مفروض أن تؤجج أو تعزز ارتفاعات الذهب. ولكن النقطة الأهم أنه كما ذكرنا أن الدولار الأمريكي لم يتصرف إيجابا بهذه الحزمة التحفيزية التي هي أقل من التوقعات، وبالتالي إذا كان في عندي حزمة تحفيزية كبيرة من المفروض أن الدولار الأمريكي كقيمة أنه يظهر انخفاض عليه، وبالتالي ارتفاع في كل الأصول المقيمة بالدولار الأمريكي وعلى رأسها الذهب، إضافة إلى اقترابنا من نهاية التعاملات العام والتخارج الضمنية من الأسواق بشكل كبير، مع وجود بعض الفرص الانتقائية التي يتم التوظيف فيها بشكل مباشر من قبل المستثمرين، بالتالي ذلك نوعا ما انخفاض أحجام التداول سبب استقرار في أسعار الذهب. وأنا لا أقول أنه انخفاض في الذهب، ولكن كان يجب أن يستغل ارتفاعات أكثر. أعتقد مع مطلع تعاملات العام القادم بشهر يناير على وجه التحديد، مع عودة الحديث على ضرورة أن يكون هناك تحفيز أكبر للاقتصاد وعودة الإغلاقات النتيجة السلالة الثانية، بريطانيا نوعا ما بدأت يعني إغلاقات بحملة واسعة النطاق، أوروبا صحيح. كذلك الأمر، ذلك سيؤثر على المشروعات بشكل عام ويعود مجددا إلى ضرورة ضخ مزيد من التحفيزات النقدية التي من شأنها إشعال فتيل التضخم بشكل أكبر وتحفيز التضخم للارتفاع، وهنا يستفيد الذهب بمزيد من الارتفاعات. بالتالي ممكن أن يحافظ الذهب على محدودية في حركة خلال تعاملات هذا الشهر مع اقترابنا لكن لن يشهد المزيد من التراجعات بشكل أكبر. لن يكون هناك تراجعات حادة. سوف يبقى مستقر عند هذه المستويات، لأنه إذا تراجع أقل من ذلك ستكون هناك تولد فرصة حادة للدخول مجددا في أسعار الذهب واغتنام فرص ارتفاعات قد تصل إلى قرابة 1950 إلى 2000 دولار للأونصة مع مطلع تعاملات العام. طب ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا، يعني يقال بأنه هو الأسرع انتشارا لكنه أقل خطورة، كيف ترى تأثيره على الاقتصاد العالمي؟ يعني أعتقد هذا هو الإنذار الثاني للاقتصاد العالمي لضرورة أن يكون هناك تحفيزات كبيرة جدا. مجرد أنه تحدثنا عن الإغلاقات مرة أخرى وحدوث هذه الإغلاقات، نعود بالتاريخ إلى ما حدث مع مطلع تعاملات هذا العام، مع توجه معظم الاقتصادات إلى الإغلاقات وإلى شل حركة الاقتصاد نوعا ما في بعض القطاعات. هنا تجد ضرورة وجود التحفيزات
أعلى مستوياتها من خلال السياسات النقدية وأسعار الفائدة المنخفضة. القروض رخيصة جدا، ولكن المشروعات لن تقدم على الاقتراض إذا لم يكن هناك طلب حقيقي مفعل من أو فقدان للوظائف مرة أخرى أو تعطل من هذه الإغلاقات. بالتالي هنا ضرورة تدخل حزم تحفيزية، والأنظار ليست تتجه فقط إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإنما إلى أوروبا التي تعاني من الستاغفليشن أو الانكماش التضخمي حتى قبل أن يكون هناك أزمة كورونا. الآن مع أزمة كورونا ضرورة أكبر للتحفيز المالي من المركز من الاقتصادات الأوروبية. نعم، إذن رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. شكرا.